قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا نشوف الآن بعدين هاي. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وراح يبين هذا. لذلك الله سبحانه وتعالى بين لهم من خلال تجربة. تجربة هاي بدنا نجرب الإنسان هذا، شوفوا كيف من خلال التجربة بتشوفوا نشوف. لذلك أنتم متوقعين على فكرة اليوم قد ما تشوفوا فساد في الأرض، وقد ما تشوفوا سفك للدماء، أنتم بالكم هذا دليل على إخفاق الإنسان في خلافته في الأرض؟ لا، مش صحيح. الإنسان ماشي 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 ماشي، وإذا بتلاحظوا عم بيكتشف الكون من حوله وبيسخره وبيبني، مع أنه في فساد وفي سفك دماء. لأنه شو يعني في فساد؟ يعني يخرج منه الفساد أحيانا ويخرج منه السفك أحيانا، لكن اللي غالب الآن على مسيرة البشر إيش؟ اللي غالب على مسيرة البشر إيش؟ إنه عم بيسيطروا على، يعني عم بيستكشفوا مقدرات الكون، بوظفوها وبينهضوا في عالم الماديات والحضارات ولا لا؟ وبصيروا أفضل من الأجيال اللي سبقت ولا لا؟ احنا قلنا لو تشوفوا الأجيال اللي سبقت بالنسبة لليوم، حتى الكفار، كفار اليوم غير عن كفار زمان. كفار زمان لو اقتحموا عليك الحصون بيسبوا النساء والأطفال وبقتلوا الشيوخ وبيفتخروا في الموضوع، وبحطوا كمان وبدونوا أنهم قاموا بالعمل، زي ما كتب سفر يشوع كذبا، ودخلوا المدينة الفلانية قتلوا النساء والأطفال والدواب. اليوم على القليل بكلهم اسكتوا لكم، شو تفضحوناش؟ يفضحوهم مع مين؟ مع مين؟ مع البشر، حتى مع الكفار. مع الكفار، الكفار مش عم بيقبلوا هالكلام برضه. يعني لما تقيسوا الإنسان بالإنسان، الأجيال هاي بالأجيال اللي قبلها، معناته اللي جايين واللي قبلهم. ولذلك أنا أرى أنه من أفضل الأجيال يبدو الجيل اللي بده ينزل فيه المسيح عليه السلام، أقصد الأجيال سواء مؤمنة أو كافرة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بده يرحمهم ويعرض عليهم الإعجاز الهائل هذا، وينزل المسيح. إيش هذه الأجيال قد ما تستحق؟ في أجيال تركها تموت وهي كافرة، ما تستحقش الهداية. وفي أجيال ما بده إياها إلا تشوف تشاهد الحق، لأنه أعلم بها. أكم من جيل طواهم الزمن وهم ملاحدة وشياطين. وفي أجيال ما قبل الله سبحانه وتعالى إنهم يموتوا إلا بعد ما يعرفوا الحق، هو أعلم بعباده. بس البشر بشكل عام إذا بتلاحظوا عم بينجحوا في الخلافة. يعني هم ظنوا الملائكة إنه إذا وجد سفك دماء وإذا وجد أحيانا فساد، إنه هذا بيمنع أنها يكون في خلافة حقيقية. والإنسان لحد الآن ناجح مع وجود بعض الفساد هنا وهناك، ومع وجود سفك الدماء. وأصلا مع وجود سفك الدماء ما فيش إشي بيمنع الحضارات تنتقل، ومع سفك الدماء والأرض فيها 7 مليارات الآن، ولا صاروا 8 مليارات، والآن 8 مليارات البشر، والطب عم بنتشر. يعني إذا كان اكتشف دواء في مكان يستفيد البشرية كلها، تم اختراع جهاز تستفيد البشرية كلها، وإلى تفاصيل طويلة وعم نشوف شوي شوي. لكن لما بغيب الحق والدين الحق، المسألة بتأخذ وقت أكثر، والناس بيدفعوا ضرائب أكثر، بس في النهاية بوصلوا. طب احنا كان ممكن نسرع، ليش تترك ابنك مثلا تجربة وخطأ مشان يستفيد لحاله؟ يا اخي علمه، وبعدين في التجربة والخطأ في الباقي هو بكمل. اعطيه خبرتك انت، ليش لما تتركه؟ ناجح على كل انسان لحد الان، ناجح الانسان في الخلافة ولقدام شوي، ويبدو بيكون قمة الخلافة لما بنزل
المسيح عليه السلام، لأنه هذاك الجيل بيستحق إنه ينزل المسيح عليه. إحنا إحنا مؤمنين، إحنا ما إحنا مؤمنين بالمسيح إنه بده ينزل. بدك أكثر من هيك؟ هم بيؤمنوا فيه لما بينزل، إحنا مؤمنين فيه قبل ما ينزل. ها؟ إن شاء الله مع الحديث كيف لما ينزل؟ عرض إن شاء الله مع الحديث خير القرون.